بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين. أما بعد، أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في مقرر إدارة المشتريات والمخازن. نلتقي بكم في الحلقة 23 من المقرر، ونبدأ هذه الحلقة بأن نشير إلى أننا بدأنا في الجزء المتعلق بمراقبة المخزون. بأشرنا إلى النقطة الأولى، كانت أولا بعض المفاهيم أو المقدمة المتعلقة بالخدمة المخزنية، ثم تناولنا ثانيا بعض المفاهيم المتعلقة بتخطيط ومراقبة المخزون. ثالثا، سنبدأ اليوم في النقطة ثالثا، وهي المتعلقة بالأساليب الكمية المستخدمة في تخطيط ومراقبة المخزون. وفي حقيقة الأمر، فإن هذه الأساليب الكمية هي التي تساعد جهاز مراقبة المخزون والتخطيط له على القيام بوظائفه السابقة التي أشرنا إليها في الحلقة السابقة. نظرا لأن هذه الأساليب تساعد إدارة ومراقبة المخزون على أن يحدد الكثير من الجوانب الكمية أي الرقمية، والتي يسهل إلى حد كبير التعامل معها بشكل رقابي. وذلك لأن الأشياء التي تكون كمية يسهل قياسها ويسهل مراقبتها بالتالي. وبالتالي فإننا في هذا الجزء سنتناول بعضا من العناوين المتعلقة بالأساليب الكمية المستخدمة في تخطيط ومراقبة المخزون، مع الأخذ في الاعتبار أن البعض منها قد تم تناوله في الجزء الخاص بإدارة المشتريات كما سنرى بمشيئة الله تعالى. وبالتالي فإن أهم الأساليب الكمية التي يمكن تناولها في تخطيط ومراقبة المخزون تتمثل في: رقم واحد، الكمية الاقتصادية للشراء. الكمية الاقتصادية للشراء. رقم اثنين، الكمية الاقتصادية للشراء في ظل وجود خصم يمنحه المورد. يبقى الكمية الاقتصادية هو الأسلوب الأول، ثم الكمية الاقتصادية للشراء هو الأسلوب الثاني، ولكن في ظل وجود خصومات تمنح من المورد. ولقد تم بالفعل تناول هذين الأسلوبين عندما تناولنا إدارة المشتريات. الأسلوب الثالث الذي يستخدم في تخطيط ومراقبة المخزون هو ما يتعلق بمعدل دوران المخزون. الأسلوب الرابع يتعلق بنماذج مستويات المخزون، الحد الأدنى والحد الأقصى ونقطة إعادة الطلب. أيضا النقطة أو الأسلوب الخامس والأخير هو التصنيف الثلاثي للأصناف المخزونة. ولذلك إذا انتقلنا كما هو أمامنا على الشاشة، سنجد ثالثا الأساليب الكمية المستخدمة في تخطيط ومراقبة المخزون. ثالثا الأساليب الكمية المستخدمة في تخطيط ومراقبة المخزون. لكي نتغلب على الآثار السلبية السابقة في توفير الاحتياجات في موعد سابق أو لاحق للموعد المناسب، يجب على إدارة المنظمة وعلى وجه التحديد على جهاز تخطيط ومراقبة المخزون استخدام بعض الأساليب الكمية الشائع استخدامها في مجال قرارات إدارة الاحتياجات اللازمة للمنظمة. ولعل من أهم النماذج الكمية المستخدمة في هذا المجال، رقم واحد كما أشرت، نموذج حجم الكمية الاقتصادية للطلب أو الشراء وقد تم دراسته من قبل. رقم اثنين، خصم الكمية ونموذج الكمية الاقتصادية أي الخصومات التي تمنح وتحديد الكمية الاقتصادية في هذه الحالة، وقد تم دراسته أيضا في جزء المشتريات. رقم ثلاثة، معدل دوران المخزون ثم مستويات المخزون. وخمسة، التصنيف الثلاثي للمخزون. هنبدأ من الأسلوب الثالث وهو معدل دوران المخزون. كما أشرت، على اعتبار أن الأسلوبين الأولانيين خصم اللي هو الكمية الاقتصادية للشراء أو الطلب، والكمية الاقتصادية للشراء أو الطلب في ظل الخصم تم دراسته من قبل. بنجد أن من طرق الرقابة على المخزون خاصة في مخازن المنظمات التسويقية مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة، تلك المعدلات الخاصة بدوران الأصناف الموجودة بالمخازن، حيث يتم حساب معدل دوران كل صنف ثم مقارنته بمعدلات الدوران المعيارية في هذا النوع من المخزون للصنف، أو بمعدلات الدوران لنفس الصنف في شركة مماثلة، أو بمعدلات الدوران لنفس
لنفس الصنف زمنيا لسنوات سابقة. إذن فكرة معدل دوران المخزون أعزائي الطلبة والطالبات هي إلى أي مدى يدور هذا الصنف داخل المنظمة خلال العام، عشان كده يطلق عليه معدل دوران الصنف. طيب يا ترى معدلات الدوران دي عندما تكون كبيرة تكون في صالح المنظمة؟ طبعا بطبيعة الحال كلما دار الصنف عدد مرات أكثر كلما تم الحصول على عوائد أفضل، سواء من خلال المبيعات أو من خلال الإنتاج ثم المبيعات في مرحلة تالية. ولكن كيف نحكم على أن معدل دوران هذا الصنف يعتبر إيجابي أو تحسن من فترة زمنية إلى أخرى؟ الحقيقة أي رقم سواء معدل دوران المخزون أو غيره من المعدلات الأخرى لا يمكن بمفرده أن يكون قادرا على التقييم لأداء هذا الصنف. طيب لكي يكون له مدلول أو له قيمة أو له أثر، لابد أن يقارن معدل دوران المخزون لهذا الصنف بشيء آخر. يبقى إذا أردنا أن نقيم معدل الدوران للصنف بشكل سليم، فلا بد أن يقارن المعدل الذي نقوم بحسابه بمعدل دوران المخزون لهذا الصنف وفقا لعدة بدائل أو كلها. البديل الأول أن نقوم بمقارنة معدل دوران المخزون لهذا الصنف بمعدل دوران هذا الصنف في شركة مماثلة. يعني مثلا لو الشركة بتاعتنا شغالة في تجارة الغسالات أو الثلاجات، بناخد معدل دوران الغسالات ونقارنه بمعدل دوران الغسالات في شركة مماثلة. وبالتالي إذا كان معدل الدوران للثلاجات أو للغسالات عندنا في الشركة بتاعتنا مرتفع عن معدل الدوران للغسالات أو الثلاجات في الشركة المماثلة، يبقى إحنا أداءنا أفضل في معدلات دوران المخزون. طيب إذا لم يكن هناك شركة أقارن معها، طب نقارن إزاي معدل الدوران بتاعنا؟ يمكن أن نقارن معدل دوران المخزون لصنف معين بمعدلات الدوران المعيارية لهذا الصنف. طب المعيارية دي بنجيبها ازاي؟ جرى العرف على ان الدول والمؤسسات العاملة في هذا المجال تقوم بحساب معدلات الدوران المعيارية على مستوى الاصناف داخل صناعة معينة. وبالتالي نقارن معدل دوران الصنف اللي موجود عندنا بمعدل الدوران المعياري للصناعة، فاذا كان معدل دوران الصنف عندنا اكبر يبقى ادائنا لهذا الصنف افضل. طب إذا كان معدل الدوران بتاعنا أقل من معدل دوران الصناعة أو معدل الدوران المعياري، يبقى مستوى أداء الصنف لدينا أقل من معدلات الصناعة التي ننتمي إليها. الحاجة الثالثة اللي ممكن أن تحدث في عملية المقارنة أن نقارن معدل دوران الصنف في هذا العام مقارنة بالعام السابق أو العام الذي يسبقه، إذن هي مقارنة زمنية على مدار عدة سنوات. إجمالي أو خلاصة هذه الجزئية إن معدل دوران المخزون لصنف معين يجب مقارنته إما بشركة مماثلة أو بمعدل دوران المخزون لهذا الصنف معياريا في الصناعة التي ننتمي إليها، أو زمنيا من خلال المقارنة من سنة إلى أخرى، حتى نحدد هل معدل دوران هذا الصنف في تحسن أم إلى انخفاض وتدهور. طيب كيف نحسب معدل دوران المخزون لأي صنف؟ كما أمامنا على الشاشة يتم حساب معدل دوران المخزون للصنف من خلال المعادلة التالية: معدل دوران الصنف في فترة زمنية معينة يساوي متوسط أحجام الاستخدام من الصنف خلال فترة زمنية معينة على متوسط المخزون من الصنف في نفس الفترة الزمنية. يبقى معدل الدوران لأي صنف خلال فترة زمنية معينة يساوي متوسط أحجام الاستخدام من الصنف خلال فترة زمنية معينة على متوسط المخزون من الصنف خلال نفس الفترة الزمنية. لكي نقوم بتطبيق هذه المعادلة وهذا الحساب نقوم بتناول المثال التالي: إذا كان متوسط الاستخدام السنوي من أحد الأصناف هو 20,000 وحدة،
متوسط الاستخدام السنوي من أحد الأصناف 20,000 وحدة، وكان رصيد المخزون من هذا الصنف في أول العام أو في أول السنة هو 8,500 وحدة. ورصيد المخزون من الصنف في آخر السنة 1,500 وحدة، فالمطلوب حساب معدل دوران هذا الصنف. يبقى إذن البيانات المتاحة في هذا المثال ادانا متوسط الاستخدام السنوي، يبقى احنا هنا شغالين على فترة زمنية هي السنة، ليست اليوم، ليست الأسبوع، وليست الشهر، وإنما على مستوى السنة أو العام بالكامل. متوسط الاستخدام السنوي 20,000 وحدة، اداني بيانين آخرين، قال لي إن رصيد المخزون من الصنف في أول السنة كان 8,500 وحدة، ورصيده في نهاية السنة كان 1,500 وحدة، وبالتالي المطلوب حساب معدل دوران هذا الصنف. المعادلة بتاعتنا الأساسية اهي قدامنا تاني، إن معدل دوران الصنف بيساوي في فترة زمنية معينة متوسط أحجام الاستخدام في فترة زمنية معينة على متوسط المخزون، يبقى متوسط الاستخدام على متوسط المخزون. متوسط الاستخدام معطى في التمرين بشكل مباشر وهو 20,000 وحدة في السنة. متوسط الاستخدام أمامنا أهو 20,000 وحدة متوسط الاستخدام السنوي، بينما متوسط المخزون من الصنف في نفس الفترة لم يعطى في التمرين أو في المثال بشكل مباشر. طب كيف نحصل على متوسط المخزون من الصنف؟ ببساطة شديدة جدا، بناخد أو بنجمع رصيد المخزون في أول العام زائد رصيد المخزون من الصنف في آخر العام تقسيم 2 يدينا المتوسط، وهو ده اللي احنا هنعمله في الخطوة الأولانية. يبقى الخطوة الأولى في الحل أن نحسب متوسط المخزون من الصنف يساوي رصيد أول المدة زائد رصيد آخر المدة تقسيم 2. رصيد أول المدة زائد رصيد آخر المدة تقسيم 2، يعني 8,500 وحدة زائد 1,500 وحدة تساوي 10,000 وحدة تقسيم 2، يبقى متوسط المخزون من الصنف 5,000 وحدة. إذن معدل دوران الصنف في السنة يساوي متوسط الاستخدام السنوي من الصنف تقسيم متوسط المخزون من الصنف في السنة، يعني بيساوي 20,000 وحدة تقسيم 5,000 وحدة، يبقى معدل دوران الصنف لدينا في العام أو في السنة 4 مرات. بمعنى أن هذا الصنف يتم دورانه 4 مرات خلال العام، وبالتالي فإن رأس المال المستثمر فيه أو به أو فيه يتم دورانه 4 مرات، ومن ثم يمكن أن يحقق عوائد وأرباح في كل مرة. وعلى هذا فكلما زاد عدد معدلات دوران الصنف كلما كان في صالح المنظمة كما أشرت من إيه من قبل. ويشير معدل الدوران المرتفع إلى زيادة دوران رأس المال المستثمر في المخزون من صنف معين، وكذلك عدم ركوده. ما هو لما معدلات الدوران بتزيد يبقى الركود بيقل من هذا الصنف، وبالتالي انخفاض تكاليف تخزينه. أما إذا كان معدل الدوران منخفض يبقى في الحالة دي معدلات الركود عالية، ومن ثم ارتفاع تكاليف التخزين. بعد كده هننتقل إلى الأسلوب الرابع من الأساليب الكمية المستخدمة في الرقابة وتخطيط المخزون، وهو نموذج مستويات المخزون. والحقيقة نموذج مستويات المخزون من النماذج والأساليب الكمية المهمة جدا اللي يمكن توظيفها واستخدامها في مجال المخزون. وهذا الأسلوب بيعرف أيضا بنظام الحد الأدنى والحد الأقصى للمخزون، ويتم الاعتماد على هذا النظام بشكل أساسي في حالة المنظمات التي لديها إنتاج مستمر، أو الشركات والمؤسسات التجارية التي لديها معدلات سحب منتظم من المخازن لدرجة ملحوظة. يعني إيه؟ يعني الشركات الإنتاجية والشركات التجارية اللي عندها معدلات سحب منتظم إلى حد كبير من الصنف يفيد معها استخدام نموذج مستويات المخزون، والذي نحدد به الحد الأدنى للمخزون من الصنف والحد الأقصى
للمخزون من الصنف. وبالتالي فإن عندما يصل المخزون من الصنف إلى الحد الأدنى أو كما يطلق عليه حد الأمان، يجب زيادة المخزون من الصنف، وبذلك بوصول كمية جديدة من المورد وفقا الاتفاق المبرم معه من قبل، ومن ثم يصل المخزون من الصنف إلى الحد الأقصى. طيب كيف تسير هذه العملية؟ الحقيقة هذه الجزئية بتقوم على فكرة مفادها بسيط جدا، اللي هو إن احنا قبل الاتفاق مع المورد على توريد الأصناف المعينة بنبقى قمنا بحساب بعض معدلات الاستخدام بشكل تقريبي خلال فترات زمنية قادمة، وبالتالي نقوم بتحديد الحد الأدنى من المخزون أو اللي احنا بنسميه مخزون الأمان رقم معين، ثم بعد ذلك نقوم بتحديد الكمية الاقتصادية للشراء كما أشرنا إليها في الجزء الخاص بالمشتريات. عندما تصل الكمية المشتراة اللي هي الكمية الاقتصادية بنضيفها على مخزون الأمان، فيصل المخزون لدينا إلى الحد الأقصى، ثم نقوم بالسحب منه يوميا أو خلال فترات الاستخدام المختلفة إلى أن يصل إلى نقطة معينة، أي إلى أن يصل المخزون لدينا من الصنف إلى نقطة معينة أو مستوى معين يطلق عليه نقطة إعادة الطلب أو ري أوردر بوينت، أي النقطة التي إذا وصل المخزون من الصنف عندها نقوم بإصدار أمر توريد أو نقول للمورد ابعت لنا أو ارسل لنا كمية جديدة. الكمية دي بالفعل بنكون متفقين عليها سابقا. عندما تصل الكمية بعد يوم بعد اثنين بعد ثلاثة بعد أربعة نقوم بالاستخدام خلال هذه الفترة، فعندما يصل أو تصل الكمية الجديدة يكون مستوى المخزون من الصنف قد وصل إلى الحد الأدنى من المخزون، فتأتي الكمية الاقتصادية الجديدة فيزداد مرة أخرى المخزون من الصنف إلى الحد الأقصى. يبقى لدينا حد أدنى ولدينا نقطة إعادة الطلب ولدينا الحد الأقصى، يبقى لدينا ثلاث مستويات: حد الأدنى من المخزون، ثم نقطة إعادة الطلب، ثم الحد الأقصى من المخزون. كما اتضح امامنا من خلال الشكل التالي، لدينا حد ادنى من المخزون قد يكون مثلا 1000 وحده او 1500 وحده او ما شابه ذلك، ثم لدينا نقطه اعاده الطلب، ثم لدينا بعد ذلك الحد الاقصى من المخزون. دي توضيح لمستويات المخزون من خلال هذا الشكل. وفي الواقع العملي الحقيقه يندر ان يتم التوريد فورا، ولكن لابد من انقضاء غالبا فترة زمنية ما بين إصدار أمر التوريد ووصول الكميات أو المفردات بالفعل إلى مخازن ومستودعات المنشأة أو الشركة. ومن ثم فإن الأمر يتطلب عند تحديد مستويات المخزون أن تؤخذ فترة التوريد في الحسبان. وطبعا فترة التوريد احنا قلناها قبل كده هي الفترة التي تنقضي أو تمر ما بين إصدار أمر الشراء أو التوريد للمورد وما بين وصول الأصناف إلى المخازن والمستودعات. تلك الفترة ما بين تاريخ الإصدار أمر التوريد والوصول يطلق عليها فترة التوريد. أنتقل بعد ذلك إلى مزايا أسلوب الحد الأدنى والأقصى من المخزون. مزايا أسلوب الحد الأدنى والأقصى للمخزون: رقم واحد، توفر مخزون أمان يكفي لمواجهة الظروف الطارئة. الميزة الأولى توفر مخزون أمان يكفي لمواجهة الظروف الطارئة، أي الظروف التي لم تكن في الحسبان عند التخطيط. وكما أشرت من قبل فإن التخطيط يتعلق بالمستقبل، وبالتالي قد يحدث بعض الخلل في ما تم تخطيطه عن الواقع الفعلي. في هذه الحالة بنلجأ إلى مخزون الأمان لكي نواجه تلك الظروف الطارئة التي لم تكن في الحسبان عند التخطيط لعمليات المخزون من الصنف. الميزة الثانية أن الحد الأقصى للمخزون يكون في الحدود المقبولة أو المعقولة، وبالتالي لا يكلف المنشأة تكاليفا مرتفعة تتعلق بعملية التخزين. لأن لما يبقى الحد الأقصى تم تحديده وفقا لأسلوب علمي سليم، يبقى الحد الأقصى ده ليس كبيرا بالشكل المبالغ فيه، ومن ثم كلما كان في الحدود المقبولة أو المعقولة كلما أدى ذلك إلى
تحمل المنشأة لتكاليف أقل. الميزة الثالثة أن هذا الأسلوب، وهو أسلوب أو نموذج الحد الأدنى والحد الأقصى للمخزون، يتميز بالسهولة في عمليات الحساب إلى حد كبير جدا إذا تم فهمه وإذا تم استيعابه. ورغم المزايا السابقة، إلا أن نموذج مستويات المخزون يتعرض لمجموعة من الانتقادات. الانتقاد الأول أو السلبية الأولى إن هذا النموذج بيغفل الأحوال أو بيغفل الأحوال الاقتصادية وظروف السوق، خصوصا في الحالات التي يتم فيها تطبيق النظام بشكل آلي. رقم اثنين أن التقيد بالحد الأقصى للمخزون يحدد الكمية المشتراة ولا يسمح بتجاوزها، وبالتالي قد يحرم المنظمة من فرصة الحصول على خصم كمية أو تحسين شروط التفاوض. رقم ثلاثة أن هذا النظام لا يناسب سياسة الإنتاج المتغير. هذا النظام لا يناسب سياسة الإنتاج المتغير. الحقيقة لو بصينا لهذه الانتقادات سنجد أنها إلى حد كبير بها بعض المنطقية أو شيء من المنطقية. الانتقاد الأول بيقول إيه؟ بيقول إن نموذج مستويات المخزون بيهمل أو بيغفل إلى حد كبير ظروف السوق والظروف الاقتصادية اللي موجودة عندنا في بيئة الأعمال، وبالتالي خاصة إيه؟ إذا كان نظام أو نموذج مستويات المخزون بيشتغل بشكل آلي. يعني إيه بشكل آلي؟ يعني بعض المؤسسات الكبيرة لديها نظم محددة آلية، بمجرد أن يصل المخزون من الصنف إلى نقطة إعارة الطلب بيصدر دايركت مباشرة، النظام نفسه متصل بالمورد بيصدر أمر التوريد إلى المورد مباشرة، وبالتالي في هذه الحالة إذا كان يعمل آليا يبقى في الحالة دي لا نأخذ في اعتبارنا للأسف الشديد ظروف السوق والمتغيرات المرتبطة بها. الحاجة التانية كمان إن أنا لما بحدد الحد الأقصى للمخزون خاصة برضو إذا كان آلي، طب افرض إن أنا الحد الأقصى للمخزون مثلا لدي، أنا لما هجيب الكمية الاقتصادية هفترض إن الحد الأقصى للمخزون سيكون 3000 وحدة، بينما يعطيني المورد خصما على الكمية إذا كانت مشترياتي 4000 وحدة. الله، طب ما هو في الحالة ديت أنا مش هقدر أتجاوز الحد الأقصى للمخزون، ولأن أنا مش هقدر أتجاوز الحد الأقصى للمخزون يبقى مش هقدر أستفيد من خصم الكمية الذي يمنحه المورد لي على 4000 وحدة. وده الانتقاد الثاني أو العيب الثاني أو السلبية الثانية في نماذج مستويات المخزون. الحاجة الثالثة أو العيب الثالث إنه غالبا لا يناسب الشركات والمؤسسات التي يكون لديها الإنتاج متغيرا، وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده إنه بيفيد أكثر فيما يتعلق بمستويات أو بمنظمات التي تعمل وفقا للإنتاج المستمر أو المؤسسات التجارية اللي هناك سحب من الأصناف بشكل إيه؟ بشكل منتظم. نختتم أعزائي الطلبة والطالبات عند هذه النقطة على أن نكمل بمشيئة الله مستويات المخزون في الحلقة القادمة بسبب انتهاء الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.